ارتفاع الاسعار كيكون عادي، ولكن شنو ما كيخليش يكون عادي هو الاسبيكيلاسيون، يعني هو ديك المزايدات اللي كيدخلوا بعض الوسطاء واللي كيخلقوا مشاكل، وكذلك بعض الناس ذوي النيات السيئه اللي كيستغلوا بعض الظروف خاصه بعض الفرص باش انهم يرفعوا الثمن بواحد الشكل كبير، واللي كيرفع المسائل السلبيه على المستهلك بالدرجه الاولى. اللقاء ديالنا ديال اليوم غادي نشوف واحد العرض اللي غادي يعطيه لنا السي الخطابي رئيس قسم العمل الاقتصادي على اساس الوضعيه ديال التموين ديال تتبع الاسعار في الاسواق ديال الاقليم ديال القنيطره، ومن خلاله غادي نفتحوا واحد النقاش، وكذلك غادي يكونوا ابتداء النهارده الصباح في الساعه الاولى لجان على مستوى جميع المناطق ديال الاقليم اللي غادي تقوم بالمراقبه والضرب من حديد على كل واحد وعلى اي واحد سوق نفسه انه يتلاعب بالاسعار او لانه يغتنم الفرص في هذا الوقت بحال الشكل هذا باش انه يزيد في الاسعار ديال المواد الاستهلاكيه للمواطن في المنطقه. اذا بلا ما نطول عليكم نعطي الكلمه مباشره للسي الخطابي باش يبدل لنا. الخطابي رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والتنسيق بعامه اقليم قنيطره، حضرتوا معنا اليوم في الاجتماع على مستوى اقليم قنيطره اللي كيتعلق بحاله تموين الاسواق وايضا مراقبه وتتبع حاله الاسعار فيما يخص المواد الاكثر استهلاكا خلال هذه الفتره وايضا خلال فتره شهر رمضان الابرك ان شاء الله. فيما يتعلق بحاله التموين فالاسواق على مستوى اقليمي كتعرف واحد حاله التموين جد وافره، وجميع المواد هي اكثر طلبا واكثر استهلاكا هي متواجده. فيما يخص الاثمنه فهي بطبيعه الحال وذلك راجع لواحد الظرفيه اللي هي دوليه خصوصا كتعلق بحرب في اوكرانيا، وايضا ظروف مناخيه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الوطني اللي خصوصا قله التساقطات وايضا حاله وموجه البرد التي عرفتها المملكه خلال الفتره القليله الماضيه اللي اثرت ايضا على بعض الاثمنه. اما فيما يخص المراقبه فابتداء من يوم غد غتبدا واحد الحمله يعني جد صارمه خصوصا في مراقبه جودة المواد وأيضا محاربة المضاربات وأيضا الاحتكار في أسواق الإقليمية. الحال في هذه الاجتماع اللي حضرتم معنا اليوم هو اجتماعات دورية كتم تنظيمها على مستوى الإقليم، وأيضا هناك اجتماعات مصغرة على مستوى القسم تقريبا اجتماعات شبه يومية مع المتدخلين على حسب الظرفية بطبيعة الحال ديال المواد. كاين المواد اللي كتكون ما فيهاش ما كتعرفش واحد الاضطرابات لا في التموين لا في الأسعار يعني، وكاين بعض المواد أخرى اللي كتعرف الظرفية ديالها في بعض الفترات من السنة كيكون واحد الظرفية صعيبة لا من خلال التموين ولا من خلال الأسعار. كيكون اجتماعات مع المهنيين وأيضا مع المنتجين والمستوردين أو حتى تجار لا من مستوى الجملة ولا مستوى التقسيط، وكيكون دائما هناك واحد التحسيس واحد المواكبة، وبطبيعة الحال بالنسبة للمخالفين كيكون الزجر. بطبيعة الحال هناك ترسانة قانونية، كاين أولا قانون حرية الأسعار والمنافسة اللي كيعطي الحرية في الأسعار إلا لبعض المواد اللي هي الثمن ديالها مقنن مثل البوطة والدقيق المدعم وبعض المواد أخرى كالأدوية إلى آخره. ثم هذا القانون كيحدد طريقه ديال يعني محاربه المضاربه والمستودعات السريه وايضا المحتكرين في السوق، يعني هذه كتعطي الصلاحيات للمراقبين وايضا المفتشين انهم يعاقبوا هاد الناس وايضا يقدموهم امام القضاء. ثم ايضا كاين هناك قانون حمايه المستهلك ايضا اللي كيتعلق خصوصا بلافيشاج دي بري، يعني يكون الاثمنه كلها اشاره الاثمنه ويكون المواطن على علم بالاثمنه وايضا بعلم على مصادر وجوده المنتوجات وايضا تاريخ الصلاحيه وتاريخ الاستهلاك. ايضا هناك قانون اللي كيكون مع مراقبين ديال المصالح الخارجيه خصوصا يعني المندوبيه الاقليميه للتجاره والصناعه، القانون ديال الموازين دي احترام الموازين لان هي من الامور المهمه اللي كيتم مراقبه الميزان على مستوى نقاط البيع. هذه الفوضى اللي كتوقع ولا هذا النقص اللي كيوقع ما كيجيش بحاليته. الا لاحظتوا في العرض اللي قدموا السي الخطابي كيتكلم على بعض الاحيان ارتفاع الثمن غير مفهوم. ما معنى ذلك؟ بسبب راه كاين تدخل ديال الانتهازيين وديال الناس اللي كيقلبوا على هذا الشيء. اما ملي كيكون ارتفاع مفهوم حنا عارفين كاين مثلا اذا هضرنا على الحليب ارتفاع ديالو علاش؟ لان كاين لاباس لاكتاسيون ولا اوت لاكتاسيون، كاين النسبه ديال المنتوج ناقصه مثلا دونك كيكون ارتفاع لان قانون العرض والطلب. الى هضرنا على واحد العدد ديال المواد مثلا بحال زيت الزيتون ارتفعت علاش؟ لانه السنه ما كانش في المستوى باش يمكن يكون الانتاج كثير وبالتالي انه انخفض الانتاج وبالتالي الطلب عليه ارتفع وبالضروره انه كيكون ارتفاع الثمن. هذه مسائل كتكون مفهومه عاديه معروفه،
كاين امور اللي كنستوردوها من الخارج. الحرب ديال اوكرانيا لعب واحد الدور مهم في هذه القضيه كبير بزاف في المساله هذه، انها نقص هذا كانت يلا خرجنا من الازمه ديال كورونا تما خرجنا منها بصفه نهائيه. كاين انحباس ديال الامطار، يعني كاين امور كتفسر الارتفاع ديال بعض المواد، ولكن امور اخرى ما كتفسرهاش، وهي هذه اللي كيكون فيها التدخل ديال الانتهازيين ديال الناس اللي كيقلبوا على الربح السريع بلا ما يهمهم واش المواطن يقدر ولا ما يقدرش، واش هذا النظام ولا ما يقدرش، هما اللي كيهمو يدخل الفلوس ويجيبو الصراط المالي. اذا كذلك كاين القضيه ديال المراقبه، ما كنوقفوهاش المراقبه كتبقى واقفه حتى كتموت شي حاجه، المراقبه راه عمليه مستمره على طول السنه وعلى طول الايام ديال الاسبوع لما كنسكتو الاحد، ولكن اللي كيكون امور بحال شكل هذا كيكون التكتيف ديالها يعني الدعم ديالها مع كيدخلوا معنا عناصر اخرى اللي كيقوموا كذلك بالعمل هذا. إضافة لهذا الشيء هذا كنعرفوا أننا نحن على أبواب سيدنا رمضان، وبالتالي أنه كاين واحد العدد ديال الناس دابا اللي كيعتنوا الفرصة كيعرفوا بأن المواطن بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة كيبغي يشري حويجات كيبغي يزيد حويجات بلد، ما كنعرفوش شنو كيديروا بعض الناس منهم كيخزنوا بعض المواد اللي هي معروفة كتطلب ولا كتكون مطلوبة بزاف في شهر رمضان، دونك هذا هو اللي كيجعل أنه ملي كيدخل ست عام ما يخرجها شيء كيقل العرض كيرتفع الطلب، القانون ديال التجارة هو هذا وبالتالي كيرتفع الثمن ديالو. دونك حنا راه غادي ندوزو على جميع المخازن وعلى جميع الناس اللي كي يعني ستوكي بلا قانون ولا شي حاجه، غادي كدار غادي نتعاطفو شي معاه ان شاء الله بحول الله. كذلك في هذا الاطار هذا حضرت معنا الاخوان السي العنوي الدكتور العنوي اللي هو المسؤول ديال الانصار، كذلك مجموعه ديال الاخوان ديال المصالح الخارجيه، نعطيهم الكلمه باش يعطونا يعني بعض المعطيات اخرى، وكذلك الغرفه ديال التجاره، وكذلك واحد العدد ديال الاخوان معنا هنا. دونك نبداو السي العنوي. المصالح الخارجيه وكذلك المنابر الاعلاميه والممثلين ديال الجمعيات المهنيه. ربما انا ساتكلم من خلال اخر واحد اللي كيوصل ديك هذه المؤونه للمستهلك اللي هما حنا كتجار الصغار. السيد العامل دائما مره اخرى جديد الشكر ديالك، لان ديما ملي كتكون بحال هذه الحالات هادو الا وكتدخل وكتستدعينا باش يكون واحد النوار للراي العام. باستثناء انا اللحوم انا غنتكلم شويه على المسائل ديال هاد الزيادات في الاسعار، وكذلك الوفره واش كاينه واش ما كايناش، ونسيت باش كتشقيس الاقتصاد ديالي انا ديما مع الاتصال مع السعادي والخطابي والناس ديالو المراقبين اللي كنشكرهم ديما حاضرين معنا في الميدان وكنشوفوا الطريقه ديال المراقبه ديالهم. الى ان كما قلتي سي العامل كاين واحد الناس اللي كينتهزوا هاد الفرص الى قرب رمضان او مناسبه من هاد المناسبات، الا وكي ما كي يعني ما كيرحموش يعني ربما ما كيعيروش الاهتمام واش ما عندوش روح الوطنيه واش نتكلم عن المساله هذه ديال الحبوب. صحيح المساله ديال الحبوب الحمد لله بالنسبه لنا حنا كسوق يعني القطاع يعني الناس التجاره تقرب البقاله بالدارجه الحمد لله عندهم السلعه كاينه في السوق وكاينه عند البقاله وكاينه يعني ما يبيعوا للناس، حتى ان الزيادات وما عندهمش زيادات كثيره. الاشكال اللي كنطيحوا في هذا المشكل ديال الحبوب هو المضاربين، فلهذا توجه السيد العام بان يشوفوا المنبع ديال هاد المضاربين اللي بين عشيه وضحاها كتلقى درهم جوج درهم زايده. فإلا جينا نهضرو على العدس على اللوبيا على الحمص اللي من ربما 18 درهم واحد الوقيته وصل ل 22 درهم جملة، أنا كنقول دائما المسألة يعني ماشي تقصير جملة. فأنا كنقول الحمد لله دابا في قنيطرة عندنا واحد البلاصة فيها هاد الناس ديال الحبوب، لما لا أنها الحمد لله تكون مستقبلا واحد المراقبة شبه أسبوعية علاش تزادت علاش ما تزادتش. هنا غيتبين لنا الناس اللي كيزيدوا تما والناس المضاربين غادي شوية غادي غيفرانيو وغيرجعوا اللور، لأن هذه مسألة مراقبة بالنسبة لهاد المضاربين ديال الحبوب. بالنسبة للمسألة ديال الأرز، الأرز أنا الحمد لله دابا رجع شي شوية، كان جملة ب 17 درهم دابا مول الحانوت راه كيخلصوا ب 14 ونص 17، والحمد لله موجود واحد الوقيته شهر 9 واقيلا 10
كان عندنا الرز العادي مفقود اللي هو سابق كنقولوا الرز العادي سابق للمواطن الدرويش. الا ان اللي لاحظت واحد النقطه مهمه هنا ما تجددش ما تذكرتش هي المصبرات. يعني الاغلب الحمد لله ديال المواطن المغربي الان ما بقاش داك الشكل ولا الحمد لله دابا كيقتني المحلبات كيقتني باش ينتج ديك الوجبات الخفيفه نظرا لظروف العمل ديالو. هاد المعلبات راه يعني مؤخرا هاد الاسبوع راه شهدت ارتفاع وربما نقول حتى هاد الشهر شهدت واحد ارتفاع شي شويه في لي كونسير سوا ديال مارتيشا سوا ديال الطون سوا ديال السرادين سوا ديال الامور اللي كيستعملها المواطن بشكل يومي راه شهدت شويه ديال الارتفاع. الى قلت لكم بالنسبه لواحد الماده ديال الطون كيستعملوها الناس في الشرابات زادت 50 درهم في الكارطونه هذه 72 ساعه 72 ساعه وصلت ل 50 درهم في الكارطونه. يعني ما نسميه طون يعني كونسيرف ديال 80 او 75 غرام. علاش ما عرفتش الاسباب علاش هذا التزاد. هو مطلوب في السوق. عندنا الاجبان مثلا الجبنه الحمراء الجبنه الحمراء هذه واحد الشهر كانت جمله 86 87 درهم. اليوم خلصناها حنا التاجر الصغير خلصها ب 102 ديال الدراهم يعني تقريبا واحد 20 درهم. يعني مازال ان الشركه كتقول لك من هنا رمضان ربما غيوصل حتى 120 درهم وانك تعرف الاجبان كيفاش كتستعمل في رمضان بواحد الطريقه. فلهذا نقطه يعني واحد بالنسبه لنا حنا واحد نقطه استفهام كبيره. بالنسبه للحليب الحليب الحمد لله اليوم في السوق راه كاين المواطن ما ناقش شيء واخا زايد شويه. كاين شكايات ديال المواطنين كانت واحد الوقيته الشركه ديال قنيطره كانت شويه ناقصه عليهم بواحد 50 فرانك. الان ولات كتصطات لنا واحد المنشور كتقول لك نظرا باش نتقاد انا مع الشركات الاخرين زادت علينا ديك ال 50 فرانك. هادشي كله كياكل فيه الدق هو داك التاجر الصغير البقال لان هو الا زادوا هذوك جوج دراهم ثلاثه دراهم وراه ما تيفوتش حتى 50 فرانك ما كيقدرش يزيدها وهذا مشكل في حد ذاته. كذلك بالنسبه للخضروات الخضروات والفواكه كاين اشكال ديال كاين الناس اللي كيبيعوا خارج المارشي بالكرو وهذا توجه للسيد العام انه يعاوننا في هذه المساله في الضغط شويه لان كاين كراجات ما عرفناش هاد الناس هادو اليوم كيبيع لك ديسير بثمن غدا كتلقاه بثمن لان ما عليه لا مراقبه ما كيدخل لا السوق الكبير ولا حتى شي حاجه. فهذه مسائل شويه كضر الحمد لله راه البلاد فيها الخير. بالنسبه للزيوت الزيوت العاديه راه بقات مستقره من ارتفعات 22 23 راه بقات هي هي ولكن المشكل الكبير هو الزيت الزيت العود اللي تنقولو زيت البلديه. هذا انا كنلاحظ من خلال يعني انا كنظن فوق قنيطره كامله بحكم العمل ديالي بحكم الصفه اللي كنحملها في الغرفه انا كممثل القطاع زيت العود موجوده عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بوريش ابراهيم رئيس المكتب الاقليمي لمنظمه التجار الاحرار بمدينة القنيطرة، رئيس اللجنة المحلية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سر القنيطرة. كنشكركم كإعلاميين المواكبة ديالكم دائما لجميع الشؤون المحلية وكذلك سواء كانت على صعيد الجامعة أو صعيد عمل القنيطرة. وقبل ما نبدأ الكلمة ديالي كنشكر السيد العامل صاحب الجلالة على إقليم القنيطرة اللي اليوم دار واحد اللقاء ولو ان كان على العجل ولكن كان في المستوى لان دائما نعهد في هاد تنقول التدخلات يعني اللي هي في المستوى انه كيتدخل في الوقت يعني المناسب من اجل احتواء ازمه ما وخاصه ما يتعلق بالامور ديال التجاره. اليوم كان هذا اللقاء فيما يخص متوجه بالخصوص للاسعار والارتفاع الاسعار. صحيح مره اخرى كنشكروه لان هاد تقريبا هاد الاسبوع هذا شهد واحد ارتفاع اسعار مهول وغير مبرر في السوق خاصه بعد مدينه القنيطره. نتكلم على مدينه القنيطره اللي كانت تابعه هذه. فلهذا كانوا التدخلات ديال المصالح الخارجيه اللي عندها علاقه بالقطاع التجاري اللي كانت في المستوى وكذلك كان حنا كجمعيات المهنيه دخلنا كذلك وكغرفه
وتوجهنا فيه بعدة نقاط اللي من أسباب ديالها هاد على الأسعار. وكذلك نحن الحمد لله قلنا بأن المنتوج كاين متوفر وفرا كاينة الحمد لله، الاستقرار كاين، ولكن راه الاشكال اللي كاين هما المضاربين ديال القطاع التجاري على الصعيد ديال القنيطره. هاد المضاربين بين في لحظه او بين عيشه وضحاها يحركون هواتفهم وتصبح الاسعار خياليه في اليوم الموالي. وكذلك اكدنا على ان البقال القنيطري هو ليس بمنأى عن هاد المضاربات وهاد النار هذه، ورغم انه يتصدى لها، والتصدي ديال هذا البقال او التاجر ديال القرب ككل هو بصراحه عمره ما كيزيد بالحجم اللي كيزيدوا به هاد المضاربين او كذلك الشركات الكبرى. المقترح او الطلب ديالنا راه كان واضح للسيد العامل اللي استجب ليه الحمد لله على الحين، باش تكون واحد المراقبه فيما يخص المضاربين. اما بالنسبه للتاجر الصغير البقال فهو الحمد لله اسبوعيا عنده المراقبه، يراقب اسبوعيا، ما عندش فيه مشكل حتى من تدليب الثمن باش الشراء. والغرابه في الامر ان الناس المسؤولين كيكتشفوا ان هذا التاجر ما كيربحش الا تزاد 40 ريال او 3 درهم او 5 درهم، هو دائما عنده ديك 50 فرانك اللي كيزيد على في الهامش الربح ديالو. واغلب هذا الهامش الربح ديالو اللي كيعرفوا الجميع راه متواجد غير في الكارني ديال الكريدي، وهذا هو مربط الفرس باش تعرفوا ان هذا التاجر شحال هو صامد وكيصمد باش يبقى السلم الغذائي والاجتماعي في المكان ديالو. فلهذا الحمد لله لقينا الدعم من السيد العامل في هذه المساله هذه، على انه التاجر دائما الصغير راه ما عندوش مشكل وما غاديش يستثنى من المراقبه، ولكن المراقبه الاكبر والاشد راه غادي تكون على المضاربين اللي هما كيديروا هذه المشاكل، والانتهازيين واللي كنقول انا من هذا المنبر انهم يحاولوا يرجعوا نقولوها بهذه الدرجه الروح الوطنيه، يحضروا الروح الوطنيه والروح الاجتماعيه، لان المغرب تحت القياده ديال صاحب الجلاله نصره الله دوله التكافل الاجتماعي، دوله ديال الحمد لله، وانتم لاحظتوها في كورونا، لاحظتوها في العديد ديال المحطات، لدائما المغاربه يكونوا متضامنين متكافلين وليسوا انتهازيين. واتمنى هذه الفئه هذه تنضطر، وانا لي اليقين في السيد العامل السلطات المحليه غتقوم بالدور ديالها مع هادو، وان شاء الله الامور تعود الى نصابها، ونسال الله السلامه للجميع. صحيح الصفه اللي حضرت فيها اليوم كرئيس مكتب اقليمي لمنظمه التجار الاحرار القنيطره، هذه الصفه اللي حضرت بها. عبد الصمد ابازين، ممثل لغرفه التجاره والصناعه والخدمات باقليم قنيطره. كان اليوم لقاء مع السيد العامل ومع المصالح الخارجيه والبشوات ورجال السلطه ورؤساء جمعيات المجتمع المدني لمناقشه مشاكل ديال ارتفاع الاسعار. وكمخرجات ديال اللقاء اللي كاين اكراهات ديال المنتوجات اللي تزاد يعني في الاسواق الدوليه، وكاين اكراهات ديال التسوقات الماتاريال اللي صار في بلادنا مؤخرا، وكاين بزاف ديال المشاكل اللي مهم. اون غروسو مود المخرجات ديال اللقاء على اساس غادي يكونوا لجان ديال المراقبه. راه السيد العامل عطى التعليمات ديالو باش يبداو من غدا ان شاء الله مع السيد ولي الامن ومع رجال السلطه. راه من غدا غادي يبداو غادي يديروا يشكلوا اللجان باش يضربوا بيد من حديد كل واحد سولات ليه نفسه باش يزيد بطريقه عشوائيه او لا، وهضروا على موضوع اخر اللي هو مهم بزاف باش يحاربوا المضاربين، لقاش المشاكل الكثيره اللي تيعرفها ارتفاع الاسعار هما المضاربين. هادشي اللي كاين. وشكرا. كيفاش كان التدخل ديالكم انتم بصفتكم كممثلين في القطاع ديال التدخل ديالنا؟ كنا التدخل ديالنا بالنسبه للتاجر البسيط مسكين، التاجر يعني تنهضر على تجاره القرب، عنده مشاكل كبيره، هما اللي متضررين اكثر من هاد من هاد من هاد الزيادات. علاش؟ ولاو عندهم مشاكل كثيره مع المستهلكين، يوميا كاين زيادات، خصو يشرحوا لهم الزياده منين جات وكيفاش، يعني عوض ما يبيع ويشري ولا تيحل، خص بعدا يشرح للمستهلكين هاد الزيادات مناش. وعاد الاشكال الكبير هو بالنسبه لتجاره القرب،
داك راس مال اللي تيشتغل به، كانوا محلات تجاريه اللي كان راس مال اللي عنده في المحل تيتراوح 50-60 الف درهم، دابا راه الدوبر ولا 120 الف درهم، 130 140 الف درهم، ولا مارج يعني الهامش الربح غادي تيتقلص. هادو من المشاكل اللي تيعيشوا. شكرا سيدي الرئيس. واش انتم عندكم شي توعيه للتجار باش يساهموا كما قال السيد العامل في هاد المضاربين وهذا مساكن التجار ديال القرب؟ لا حول ولا قوه. علاش دابا شنو تيوقع عليهم مساكن؟ كاين الشركات اللي كانوا شحال تيتعاملوا معاهم كان تيدير لهم لي فاسيليتي، يعني تيدفع لي السلعه تيخلي تبيع ويشري عادي تخلص من عنده. دابا لا، دابا تيجي تيحط لي ساتك يخلصني، ما عندكش يعطيني نعطيك السلعه على قد فلوسك. دونك هذا التاجر البسيط مسكين راه واكل العصا بزاف. هادشي اللي كاين.